مساءكم خير. من الأقوال اللي بحبها جدا للإمام علي بن أبي طالب اللي بيقول فيها: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. ودايما كده احنا لم نتشجع قوي نقول رأينا الحقيقي ونقول رأينا بصراحة لما نتسند بأنه اللي جنبي كمان رأيه زي، وأنه المديري رأيه زي، وأن اللي أعلى مني كمان موافق على الرأي ده. دي طبع إنساني. الطريق الحق أو قول الحق بالرغم من اعتبارات كتير مكلف، وتكلفته أحيانا بتكون على الأقل أنك تكون لوحدك بتقول رأيك. وبذكر أنه طريق الحق بقى والطريق اللي سالكيه قليلون، واحد من الطرق اللي كان عليه الكلام خفيف جدا الوقت اللي فات، لكن لما بدأ سالكوه يزدادون ابتدى الكلام يزيد جدا عنه، هو واحد من المشروعات الكبيرة واللي تم يعني فيها تطوير كبير، طريق الساحل الشمالي. ايه اللي حصل بقى؟ لما كنا بنعدي كده على خفيف وقبل ما الصيف يبتدي والناس لسه مش عارفة ايه اللي بيحصل، كان في كلام مهم جدا انه في تطوير حقيقي بيحصل في المنطقة دي، وتطوير كبير مكلف، ومكلف مش بس للدولة لكن كمان مكلف لمشروعات سياحية موجودة على جانبي الطريق، كلها تكبدت تكلفة هذا الطريق. لكن وارد، وده مهم جدا، ودي حاجة صحية جدا اللي حصلت بعد افتتاح الطريق أو بعد ما الناس ابتدت تستخدم الطريق. الصحي مش الصحي اننا نقول ان اكتشفنا ان في مشاكل في الطريق، لا، الصحي اننا رجعنا نقول انه لا، في حاجة ممكن تبقى كبيرة وتم الاهتمام بيها فعلا، وكان في محاولات اكيد مخلصة لانها تتعمل بافضل طريقة، ولا ما هيش بافضل حال. وبعد التجربة اكتشفنا انه ده مش احسن شكل يكون عليه طريق مهم ومحوري وكبير زي ده، طريق وارد فيه لا قدر الله حدوث حوادث بسبب الترتيبة المرورية فيه. فمفيش أي مشكلة بالمناسبة أننا نرجع نقول لا مش حلو ومش مظبوط وفي حاجة غلط. وده اللي حصل على مدار الأسبوعين اللي فاتوا. بالمناسبة ينفع الناس تفضل تقول لك أنه دي أوحش حاجة ممكن تحصل، أننا خسرنا قد كده؟ احنا ما خسرنا، يعني تمت التكلفة اللي حصلت في الطريق حصلت خلاص وسيتم تدارك الأمر، لكن احنا كسبنا حاجة حقيقية، أنه صوت الناس مسموع وأنه صوت الخبراء لازم يتسمع. رجعنا نقول أنه لازم يتسمع. سمعناه متأخر شوية المرة دي لكن هنسمعه، ويمكن يكون المشروع ده واحد من المشروعات اللي تخلينا نقول انه مهم جدا انه الناس ترجع تتكلم، وترجع تتكلم بالتعبير الحر عن الرأي والرأي الإيجابي والسلبي في كل حاجة. واحنا بالتقدير العميق لان الحاجة الكبيرة اللي التعب فيها دي، احنا مقدرين التعب لكن كمان فاهمين قيمة الرأي انه يتقال في الوقت المناسب لإنقاذ حياة. اللي حصل بقى وشجع الناس جدا انها، انا على مدار اليومين اللي فاتوا مش بس سمعت انتقادات ولا قريت انتقادات، لكن كمان سمعت حلول وقريت حلول من استشاريين كتير جدا تقول لك انه حل مشكله الطريق الساحلي 1 2 3، اذا في حل فخلاص نهدى ونرتاح. والحاجه اللي شجعتنا اكتر انا شخصيا يعني لما عديت من الطريق قلت هي محاوله جيده جدا لكنها غير موفقة تماما، وأعتقد أنه ده كان رأي الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لما تفقد أعمال الإنشائية لتطوير عدد كبير من المحاور والطرق في القاهرة الكبرى. وأيضا جولة الرئيس تضمنت سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن مجموعة من المحاور مؤدية لهضبة المقطم. الرئيس اتكلم خلال جولته عن المتابعة الشخصية للآراء وللملحوظات اللي اتقالت بشأن طريق الساحل الشمالي. اتكلم سيادته بأنه سيتم الانتهاء من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات. من الحاجات المهمة جداً إننا لما نتكلم عن طريق ومحاور مرورية كتيرة، تجربتك في الشارع، تجربتنا كلنا في الشارع تغيرت تماما، من فكرة سرعة الوصول من مكان لمكان، سلاسة الوصول من مكان لمكان. إذا لما نتكلم عن طريق الساحل الشمالي وإنه ممكن يتم تدارك الأمر ويتم الرجوع فيه لخبراء واستشاريين متخصصين، دي حاجة مهمة جدا.
زي ما بقول لحضراتكم كده، اللي تم من تطوير في الطريق ينفع نقول انه نص الطريق، لانه فيما بعد المنطقه المزدحمه بالقرى السياحيه والامتداد لحد مطروح لسه ما تمش الانتهاء منه، فيمكن تدارك الامر. يمكن تدارك الامر. حتى اللي تم بناؤه ينفع جدا اننا نقول انه بس يتم تعديل المسارات اللي فيه عشان تبقى أكثر أمانا للناس، لكن سيتم استخدام نفس الطريق المتسع اللي بيتسع لعدد كبير من السيارات. الفكرة صدقوني في أننا نحصي المكاسب طول الوقت، المكاسب حتى وراء المشكلات في مكاسب حقيقية، ففكرة أننا نتناقش وأننا ناخد وقتنا وأننا نسمع لخبراء واستشاريين أكتر، وده المكسب الحقيقي اللي يمكن نكون كسبناه من الأزمة اللي حصلت على الطريق الساحلي، ونتمنى السلامة لكل الناس اللي بتستخدم الطريق. والحاجة بقى اللي نفسنا نقولها بقى لإدارة المرور في بداية صيف وبداية موسم، إحنا عارفين أنه قلبنا بيتوجع على أي حد بنشوفه من المشاة اللي بيعبروا الطريق، من العربيات اللي بتعدي بسرعة، تشديد الإجراءات المرورية، الصرامة المرورية، مش بس في السرعة الزيادة لكن في كسر الحارات. نفسي قوي نبقى في مصر نوصل ليوم أنه نفهم أنه الخطوط اللي في الأرض عشان نمشي جواها مش عشان نمشي عليها، ونفهم قوي أنه كسر الخط المتصل ده دي مخالفة مرورية، وأنه التعامل مع القيادة بشكل عام يبقى بشكل أكثر وعي وأكثر صرامة من إدارة المرور. أعتقد أن ده جزء كبير من حل الأزمة اللي احنا كلنا متلخبطين فيها. بذكر بقى التنظيم ومحاولات الضبط وضبط الأداء، في اليومين اللي فاتوا كمان كان في، مش قادرة أقول أنه عدد كبير من الجرائم، لكن يمكن دي طبيعة الحياة أنه الجرائم موجودة طول الوقت، يمكن لما بتتصدر لنا ولما بتوصل لنا بالطريقة اللي بتوصل لنا بيها تخلينا نحس بكثافتها وكثرتها، أو تخلينا نحس بأنها محدش فينا هيقدر يعتاد الجرائم، لكن على الأقل هيعرفنا في المعدلات الطبيعية الشر اللي موجود في الحياة، يعني احنا مش عايشين في المدينة الفاضلة. لكن يفضل الدور طول الوقت على من ينقل إليك الخبر، وكان دايما المتهم الأول في من ينقل الخبر كان دايما الإعلام أو الصحافة بكل أشكالها يعني. فالحقيقة أنه الجزء اللي يخص الإعلام والصحافة في مجهودات كتيرة جدا، لكن في طرف ثالث بقى في معادلة نقل الخبر، وهو حضرتك صحافة المواطن. أنا بنقل إيه وأنا بشارك أخبار إيه وأنا بتكلم قد إيه أخبار وبنشر قد إيه أخبار سلبية وأخبار عن جرائم وعن عنف، وزي أنا كمان جزء من صناعة رعب. لكن خلينا نشوف بقى الجزء الرسمي الذي يمكن تنظيمه بيحصل فيه مجهودات شكلها إيه. عفوا، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر بيان أكد فيه على ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية. الأكواد دي منشورة في الجريدة الرسمية، من بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات. البند المهم جدا عدم بث تفاصيل يمكن أن تؤثر على سير العدالة. عدم النقل عن المصادر المجهلة، احنا بنقول شوية حاجات بس نفكر بعضنا بيها. التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره، مراعاة واحترام الحق في الخصوصية، حرمة الحياة الخاصة يا زملائي أعزاء، صور البيوت وأوض النوم والناس اللي بتروح تصور في أماكن غريبة مع أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين، دي كلها مش من ضمن الأكواد أو الأعراف الإعلامية. أيضا الحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والعرض بما لها من خصوصية، أيضا احترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى. أنا صدقوني كل جملة من دول، ومشكورة أن المجلس الأعلى للإعلام أنه بيفكرنا بيها وإحنا بنقراها دلوقتي، قادرة أسترجع عكسها تماما، أنه بيحصل وحصل وبيمارس للأسف بشكل فج جدا وعنيف. ونتمنى أنه القرار بقى اللي قاله المجلس الأعلى للإعلام أنه يفعل بجد. المجلس قال أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير. يعني إيه بقى؟ يعني المفروض، ودي حاجة بالمناسبة مهمة جدا، أنه إذا حتى قلنا أنه طب ما صحافة المواطن، طب ما المواطن بيصور، طب ما المواطن الصورة القبيحة يعني الأم المكلومة اللي بتبكي على عبر بنتها والمواطنين عمالين يصوروا، ما يعمل كده؟ لو الناس هتعمل كده تفضل الصحافة منزهة عن ده،
يفضل الإعلام منزه عن ده، يفضل في مجموعة قليلة بتقدم الخبر بس بشكل تاني أو طريقة تانية. الفكرة بتاعت السبق، صدقوني السبق والمشاهدة والمتابعة بتحصل من الاحترام. ينفع جدا أنه الناس تحترمنا فتشوفنا، مش لازم أبدا أنها تشوف عندنا مصيبة أو حاجة حاصلة. كل اللي اتقال ده أعتقد أنه محتاجين كلنا إعادة تانية لتفعيل، مش بس مش عايزة أقول كده ما يصحش يعني، لكن لتفعيل إجراءات واضحة وحاسمة في شأن التغطية الإعلامية لكثير من الجرائم تحديدا. خلونا قبل ما نروح لفاصل نشوف بسرعة مع بعض تقرير عن دور مجتمعي مستمر بتقوم به وزارة الداخلية. أقامت الوزارة حفل خطوبة لاثنين من ذوي الهمم بأحد أندية الشرطة، سما وطارق. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة. أنا سما رامي وعندي 20 سنة. أنا مفروض أحقق أحلامي وأحقق طموحاتي وأحقق كمان إيه أهدافي. نفسي إن أنا أتجوز وأخطب وكده، وأنا حققت حلمي بده. الحلم تحقيقه ليس بمستحيل في وطن أعطى لذوي الهمم حقهم في الحياة. سما وطارق جمعت بينهما قصة حب أراد تتويجها بالزواج، ولأنها منذ الصغر كانت تحلم بأن تلتحق بكلية الشرطة، أرادت أن يكون فرحها بأحد أندية الشرطة. فكانت مناشداتها لوزارة الداخلية التي جاءت استجابتها سريعة، حققت حلمها بإقامة الفرح بنادي الشرطة بالجزيرة. حضرت سما للنادي لوضع الترتيبات والاتفاق على اللمسات الأخيرة لهذا الحدث السعيد لها. أنا كنت يعني النهاردة فرحانة، وأنا كنت مبسوطة قوي بنفسي عشان يعني حققت أحلامي وحققت طموحاتي اللي أنا أعمل في حياتي هنا بالظبط في نادي الشرطة. قاعة وصوت حلو، دو مصر. أنا هان قوي. وزارة الداخلية من وقت بالظبط ما جينا يمكن من رمضان على تواصل دايما معانا، بيقولوا لنا الترتيبات والتجهيزات، يمكن هم بيفكروا وبيسبقونا دايما قبل ما احنا نطلب، بتبقى الحاجات كلها مستجابة. كل الناس قابلتهم مقابلة سعيدة ومقابلة كويسة، والحمد لله يعني ربنا يخلي لنا الرئيس اللي هو عمل حاجة زي ديت للداون بالذات. احتضنت إحدى قاعات النادي الفرحة الكبيرة التي جاءت وسط الأهالي والأصدقاء واهتمام بأدق التفاصيل لإسعاد الزوجين، في خطوة تؤكد من جديد أن وزارة الداخلية تسعى دائما لتفعيل مبادراتها الإنسانية التي تضفي البهجة والسعادة لكافة الفئات، بخاصة القادرون باختلاف. لما جينا نحدد الفرح نعمله في نادي ضباط الشرطة في الجزيرة، بصراحة يعني قدموا لي كل الدعم وقدموا لي المساعدة، وفروا لي كل حاجة ممكن تسعد سما، وكان فرحتهم كبيرة قوي إن سما تعمل الفرح في النادي هنا. وأنا النهاردة مبسوطة قوي. أنا بحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بحب أشكره قوي. أنا بحب الرئيس قوي عشان هو عامل لي حاجات كتير قوي ليا. سيادة الرئيس كان بالنسبة لنا يعني الدرع والسيف والأمان والسند والظهر اللي حط ولادنا في وسط الناس. يمكن بعد ما كنا بنخبيهم وكنا بنتضايق لما حد بيضايقهم، حقهم بيجي دلوقتي قبل أي حد تاني. أحلامهم وطلباتهم أوامر. إحنا بنعيش في أحلى عهد. تستجيب وزارة الداخلية لكل مناشدة إنسانية وتقدم مبادرات اجتماعية، فالأمن رسالة حياة وإنسانية قبل أن يكون شعلة تضيء طريق الأمن والأمان لهذا الوطن.
مساءكم خير. الموضوع اللي جاي اللي عايزين نتكلم فيه او القصه اللي جايه قصه احنا مش يمكن نقول ان هي ما تخصناش، مش في مصر، بس تخص اننا كمان يتشكل وعينا عن يعني ايه احترام القانون، وقد ايه انه كل مؤسسه وكل دوله وكل كيان يقدر يحصل على الاحترام اذا كان الاشخاص اللي بيعملوا معاه محترمين بطبيعه الحال، او يفرض الاحترام بقوة القانون. هو بالمناسبة القانون اتعمل مش علشان الناس الكويسين والمؤدبين والملتزمين خالص، القانون اتعمل عشان المخالفين واللي بيقتل واللي بيسرق، اتعمل القانون. واحترام القانون بقى هو الدرجة الأعلى اللي تخلي اللي ناوي يسرق واللي ناوي يخالف يخاف ويقلق، فبالتالي ما يعملش كده ويكتسب الخوف ده من قوة القانون في المكان ده. اللفة اللي أنا بقولها دي القصد منها إيه؟ القصد إنه لما مصر في وقت من الأوقات أغلقت بعض الوسائط الإعلامية بسبب عدم حصولها على ترخيص، كان بسبب إنه الدولة بتحاول ترسي قواعد احترام قوانينها، والدولة من حقها تعمل كده. لما حصل ده في مصر قوبلت مصر بكتير من الهجوم، انه لا يا جماعه انتوا بتمنعوا وسائل اعلاميه انها تبث عندكم. هقول لكم الخبر اللي جاي في سطرين بس عشان نعرف بس انه فكره حق الدوله في الحفاظ على احترام القوانين فيها ده حق مكفول لاي دوله، وما فيش اي حد يقدر يقول ان انا عايز اخترق القانون وعايزك تسيبني عشان دي حريتي، مفيش حاجه اسمها كده. الخبر ببساطة كده إن السلطات التركية أغلقت الوصول إلى موقع الأخبار الألماني دويتشا فيلا، وكمان إلى محطة إذاعة صوت أمريكا في تركيا. ليه؟ لعدم حصولهما على رخصة بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا. بس كده، ده الخبر. المؤسستين دول لم يقدما أي اعتراض ضد التحذير الذي وجه لهما مسبقا، وقررتا تقديم خدمات البث على الإنترنت دون الحصول على ترخيص للبث. ممكن حضرتك تقولي ان ده خبر يخصهم، لكن احنا عايزين نرجع نفهم هنا في مصر احنا كيف تدار الامور، وهل حقيقي فعلا اللي احنا بنروجه بينا وبين بعض اننا عندنا مشاكل شخصيه او مشخصنه مع بعض الوسائط الاعلاميه، وبالتالي احنا بنمنع البث في داخل مصر ليها ولا لا؟ سعيده جدا ان هجاوبنا عن السؤال ده سياده المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس الاعلى للاعلام، رجل قانون، رجل علم، ويقدر يفتينا في هذا الأمر ما حدث في مصر وما يحدث أيضا حاليا في تركيا. مساء الخير سيادة المستشار، أهلا بحضرتك أولا. مساء الخير يا دكتورة دينا، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة. في البداية احنا بنتكلم عن موضوع تراخيص البث، وأقدر أقول إن وأنا بسأل حضرتك النهاردة عن ده بيتزامن كمان مع بداية الحوار الوطني، واللي بالتأكيد من ضمن أجندته فكرة حرية الرأي، حرية الصحافة والإعلام وممارستها بشكل حر في مصر، فالشيء بالشيء يذكر. يعني اللي حصل النهاردة في تركيا من إغلاق لدويتشا فيلا وصوت أمريكا، توصيفه وتصنيفه القانوني إيه؟ سيادتك اشرح لنا. أهلا وسهلا بحضرتك. من حق كل دولة إن هي تطبق دستورها وتطبق قوانينها، ودايما الدولة بتاخد هذه القرارات بما يحكم يعني بما يحمي مصالحها ويحمي مواطنيها من اي تاثيرات بره. زي ما حضرتك تفضلتي، النهارده تم حجب اذاعه صوت امريكا ومحطه دويتش فيلا في تركيا، لان المحطتين دول لم تحصلا على التراخيص اللازمه. كان المنظم التركي للإعلام من شهر فبراير الماضي طلب من المؤسستين دول إن هم يوفقوا أوضاعهم طبقا للقانون التركي، وطبعا واضح من النتيجة إن ما حصلش توفيق الأوضاع ده، فصدر القرار بالبلوك أو الحجب الوصول للخدمات. حقيقة إحنا مش هنعلق على القرار التركي، ولكن هنقول إن القرار المفروض إن هو صدر طبقا للقوانين التركية وفي حدود الصلاحيات الممنوحة للهيئات المعنية بالإعلام هناك. طبعا. لا، أنا كمان عايز أسأل حضرتك عن ما حدث في مصر من غلق لمواقع مشابهة، كان إيه سببه؟ هل كان نفس السبب؟ وإيه الإجراءات اللي مصر كمان بتحفظ بيها حقها في تنظيم الممارسة الإعلامية داخل أراضيها؟ هو زي ما حضرتك تفضلت في وقت سابق، من حق الدولة التنظيم.
لا يمكن أن يكون نشاط الإعلام وهو نشاط شديد الأهمية خارج حدود التنظيم. مصر عندها دستور وعندها قانون، والقوانين بتاعتها واضحة تماما، والقوانين بتاعتنا بالمناسبة تتفق مع المعايير العالمية اللي بتقول لا يمكن لأي وسيلة إعلامية إن هي تباشر النشاط الإعلامي في الدولة إلا بضوابط وشروط معينة. الضوابط بتاعتنا لم تخرج عن أي ضوابط معتادة في أي دولة في العالم. الالتزامات حتى بتاعتنا اللي بتبقى مفروضة على وسائل الإعلام، حضرتك لما حضرتك إعلامية كبيرة تقدري يعني عارفاها طبعا، هي يعني احنا دايما بنقف ضد المحتوى اللي فيه تمييز، اللي فيه كراهية، اللي فيه عنف، اللي فيه إرهاب، اللي فيه إباحية. هي دي الضوابط بتاعتنا اللي هي بتتفق مع أي ضوابط عالمية. ما ينفعش القناة أو الوسيلة الإعلامية أو الصحيفة أو الموقع الإلكتروني يباشر نشاطه دون ترخيص. فإذا باشرت وسائل الإعلام أو الصحف هذا النشاط وتم إنذارها إنها توفق أو ضحى وما امتثلتش، فطبيعي إن بيحصل تعرض قانوني لمثل هذه وسائل الإعلام. أحيانا بيبقى في تعرض لوسائل إعلام مرخصة إذا حصل مخالفة للمعايير والأكواد اللي حضرتك عارفها كويس. إذا سيادة المستشار، الموضوع يعني بس يبدو فيه مفارقة غريبة من ردود الأفعال. أقصد إن إحنا في مصر حصل ردود أفعال شديدة جدا لما حصل الإغلاق. هل إحنا أخفقنا أو أثرنا في التوضيح، إحنا كوسائل إعلام أثرنا في التوضيح، ولا برؤية حضرتك كده كان إيه السبب في الثورات الغاضبة اللي ما زالت لحد دلوقتي بتقول إنه احنا مش بندي مساحة او حرية لممارسة اعلامية؟ في كم مثلا وسيلة اعلامية دولية موجودة في مصر وبتشتغل بترخيص تقريبا؟ مش لازم اولا القانون المصري بيكفل للمصريين والاجانب حق ممارسة النشاط الاعلامي بضوابط معينة. احنا عندنا بالنسبة للصحف اكتر من 100 صحيفة مرخصة، ده بترخيصات محلية، واكتر من 400 صحيفة مرخصة بترخيصات اجنبية. عندنا وسائل الإعلام فوق ال 100 وسيلة إعلامية. الحقيقة إن إحنا سوق الإعلام والصحافة عندنا يعني لمن يريد أن يدقق النظر قليلاً لا واسع ومفتوح. أنا حابب أقول لحضرتك إن مش بس تركيا. إحنا لو رجعنا شوية لورا، لو تفتكري في شهر فبراير الماضي ألمانيا حظرت بث روسيا توداي على أراضيها لنفس السبب أيضاً، لأنها لم تحصل على تراخيص. فدي مسألة موجودة في كل دول العالم، ولا يمكن السماح للشخص المحلي أو للشخص الأجنبي أن هو يباشر النشاط الإعلامي دون الالتزام بالقوانين والضوابط والمعايير. فيما يتعلق بإحنا يعني إحنا ليه بنظن ده، حقيقة أن يعني إحنا محتاجين نطلع شوية على التجارب الدولية ونشوف الناس بره بتعمل إيه. الحقيقة يعني مسألة اختراق الأكواد والمعايير والقوانين مسألة لا يوجد بها أي تهاون في الخارج، وإحنا يجب علينا أن إحنا أيضا يبقى عندنا نفس الثقافة دي، لأن في الأول وفي الآخر الأجهزة منظم الإعلام، المجلس الأعلى للإعلام في الآخر بيحمي ابني وابنك وبيحميك وبيحمي من المحتوى الضار، هو مش قصده أي حاجة غير حماية المجتمع أكثر من كده. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام. ويعني برضو الشيء بالشيء يذكر، المجلس الأعلى للإعلام وهو يتحدث عن حقه في تنظيم الإعلام هو أيضا يمارس واجبه بكتير من الاقتراب لكتير من الممارسات الإعلامية الخاطئة. سيبنا بقى من الحاجات الوحشة وتعالوا نروح للجميل، والجميل قوي يعني الجميلة جدا، باسنت حميدة اللي نجحت امبارح تخلينا في قمة الفخر ونبقى سعداء وطايرين ونكتشف ونحس ان احنا مقصرين اننا ما كناش متابعين موهبة مصرية عظيمة، اسرع سيدة في مصر وفي الوطن العربي، وذهبية 100 متر سيدات العدو في دورة العاب البحر الابيض المتوسط المقامة في الجزائر. الفراشة بتاعتنا دي باسنت حميدة، انا اتفرجت على الفيديو ده مثلا فوق الخمسين مرة، عايز اقول لكم قد ايه مبهج. باسنت حققت سباق 100 متر في زمن 11 ثانية و10 جزء من الثانية، ومقتربة جدا 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 من كسر الرقم العالمي الورد ريكورد في هذا السباق اللي يعد من أصعب أنواع السباقات
الجري. مساء الخير عليك يا باسنت، مش عايزه اتكلم، عايزه اسمع صوتك وعايزه اقول لك مبسوطين جدا 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 انك معانا وشرفتينا. مساء النور استاذه دينا، انا اللي مبسوطه جدا على المقدمه الهائله دي، شكرا جدا لحضرتك، شرف ليا وجودي معاكم والله. لا احنا حقيقي عايزه اقول لك مبسوطين بيكي لاسباب كتير يمكن اعرف اعدهم لك، بس قبل ما اقول لك قد ايه احنا مبسوطين بيكي عايزه اسمع منك عن رحله الاستعداد لاسرع 100 متر واجمل 100 متر وحاجه كده مبشره، واحنا مش هنتكلم ومش هنقبل اقل من اولمبياد بعد كده، احنا عارفين انك اب تو ات زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه. ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا جدا. احكي لي رحله الاستعداد كانت عامله ازاي، وكمان من ضمن الحاجات الجميله انت عارفه انه اجمل ما فيكي كمان غير ان انت طبعا عظيمه، وشك مبهج ومشجع ومحسسنا ان انت وراكي قصه حلوه، فبليز احكي لنا عن رحله الاستعداد للذهبيه. اولا شكرا جدا، ده بس من ذوق حضرتك مش اكتر من كده. تاني حاجه طبعا رحله الاستعداد دوره العاب البحر المتوسط كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، لان هي تعتبر الجزء المصغر من الاولمبياد. الفرق بينها بس وبين الاولمبيكس ان هي بيبقى في دول معينه مش مشاركه، فكان في يوم من الايام حلم ان انا العب في الدوره دي باسم منتخب مصر، مش بس ان انا افوز بجولد ميدل، وكمان في سباق زي السباق اللي انا بلعبه ده سباق قوي وما كانش موجود قبل كده في العاب القوى يعني المصريه بالذات، لان هو احتكار على دول معينه. الدول الافريقيه اكتر؟ الدول الافريقيه جامايكا وامريكا واسبانيا، وطبعا كل دي دول قويه جدا. فطبعا كان شعور رائع يعني ما يتوصفش الحقيقه، لان كمان كانت لي رحله استعداد كبيره قوي من ساعه ما جات لي اصابه في وقت الاولمبيكس وما قدرتش ان انا اشارك. من وقتها وانا يعني بحاول اعمل اقصى حاجه عندي عشان احاول اعوض الصدمه الكبيره اللي حصلت دي، والحمد لله يعني ربنا ما ضيعش مش بيضيع تعب حد يعني على الفاضي، فالحمد لله. الحمد لله. بس انت كنتي رايحه وانتي عينك على ذهبيه، الرقم ده حققتيه قبل كده في تدريباتك ولا انت كنت متوقعه حاجه اقل وقلت يعني زي ما بتقولي كده المشاركه في حد ذاتها شرف؟ لا الحقيقه البطوله دي كنت جايه متوقعه الحمد لله الذهبيه، لان انا خطه الاستعداد بتاعتي كان فيها مباريات كتير قبل ما اجي هنا، لعبت ماتشات كتير بره مصر. الحمد لله كانت كلها موفقه وعملت ارقام قياسيه مصريه كتير، واخر ماتش عملت فيه رقم قياسي عربي وافريقي. فالحمد لله الخطه او الماتشات اللي كانت قبل البطوله دي كانت الحمد لله موفقه وكانت قويه، فانا كنت جايه وكنت عارفه ان شاء الله رقم يعني يؤهلني ان انا اخد الجولد ميدال يعني، والحمد لله ربنا تمها عليا بالستر يعني ووفقني للي هو كده. مبروك انت لها، انا كنت خايفه عليكي بس من النظرات اللي جنبك يعني مش عارفه اسمها ايه بس هي كانت بتبص لك شزره عشان هي يعني عشان ايوه اهي اهي جابوها لي هم بيبقوا نازلين مش متوقعين، لان دي سباقاتهم يعني معروفه بينهم، فان هم يلاقوا حد عربي ومصري بالشكل ده فاللي هو بيبقوا مستغربين الوضع، بس يعني هي دي مصر يعني خليهم يستغربوا احنا موافقين يعني. بس انت احكي لنا عن المدرب بقى، قصه المدرب يعني صحيح المدرب هو زوجك ولا دي اشاعه؟ لا لا ده حقيقه هو زوجي فعلا، انا حبيت المشهد برضو تدريبي يعني. حبيت المشهد بعد ما روحتي بعد ما كسبتي لما روحتي تسلموا على بعض. هو كان لي يعني قصه خاصه، لان زي ما قلت لحضرتك السنه اللي فاتت دي بالظبط كانت سنه كلها اصابات مفارقات صعبه يعني اصابات، وكانت حالتي النفسيه فيها صعبه جدا من بعد الاولمبياد، قعدت 3 شهور في اكتئاب تام طبعا، لان حلم الاولمبياد ضاع وده كان اصعب حاجه ممكن اي حد يمر بيها. فهو عاش معايا كل المواقف الصعبه بتفاصيلها، مراحل انكسري كلها وعياطي كل يوم، ويوديني الدكتور كل يوم ويجيبني، فهو يعني انا وهو بيبكي انا كنت ببص له كده اللي هو انا حقيقي دورت على كلمات شكر كتير اقولها له ما لقيتش، لان هو فعلا يعني شاف معايا الصعب كله قبل ما يشوف النجاح، ف يعني دي كانت يعني اقل حاجه ممكن ان انا اهديها له يعني حقيقي. يستاهل يفرح معاكي كمان يا باسنت، واحنا كمان بما انك بتتكلمي عن اولمبياد اللي فاتت خطتك ايه للي جاي؟
وايه اللي ممكن يتقدم لك علشان يساعدك في فاضل قد ايه على الاولمبياد الجايه؟ سنه؟ لا ان شاء الله عندي بطوله العالم كمان اسبوعين بس اللي هيبدا اللي هبدا اتاهله يعني بشكل كبير بطوله العالم اللي هي السنه الجايه 2023 بطوله عالم كبار و2024 ان شاء الله باريس. فهي دي الخطه بقى اللي هتتم باذن الله. احنا نتمنى ده وبستاذنك يا باسنت ان احنا نتابع معاكي انه الدعم فعلا يكون واصل لك، مش بس الدعم المعنوي والحب والمتابعه اللي انت تستهليهم لكن كمان كل الدعم التقني. انا مبسوطه ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه تواصل معاكي. احنا كمان نتمنى ان كل اللي يقدر يدعم موهبتك يكون بيعمل كده ويكون بيتواصل بشكل اوضح واسرع واكثر تاثيرا. بشكرك يا باسنت باسم كتير من المصريين اللي انت فرحتيهم قوي قوي وشرفتينا كلنا. باسنت حميده ذهبيه سباق 100 متر سيدات في دوره العاب البحر الأبيض المتوسط. بصوا مفيش حاجة تقدر تضاهي روعة فكرة الفوز. الفوز في حد ذاته بالمناسبة مش بس إنك 100 متر، يعني دايما في بعض الناس تفتكر سباق 100 متر حاجة بسيطة، حاجة بسيطة من أصعب أنواع السباقات لأنه بيحتاج لنوع من اللياقة مختلف جدا، ومن من وضع الثبات لوضع الأقصى سرعة إنه يوصلوا في أجزاء من الثانية، حاجة كده معقدة. فعشان كده احنا قصص الفوز والنجاح والقصص المشرفة بالنسبة لنا هي شرف كبير، مش بس عشان الفوز صدقوني ولا عشان الميداليات، لكن مثلا حد زي محمد صلاح اللي احنا طول الوقت فخورين بيه، احنا فخورين بقصص التحقق، فخورين باللي قبل النجاح، بالتعب اللي قبل النجاح وبالمجهود اللي وصل للنجاح وبالإصرار وبالغلاوة اللي بتبقى في عيون كل الناس، انك في الآخر فعلا بتتشرف ان الشخص ده بينتمي لبلدك او انت بتنتمي ليه بشكل من الاشكال. صلاح النهارده نجم الاخبار العالميه بلا منازع، لانه محدش فينا يقدر يقول انه ده كان خبر قليل او مش مهم فكره بقاء محمد صلاح في ليفربول او انه يمشي من ليفربول، لا كان خبر مهم. كان في بورصه الرياضه ده خبر مهم، كان في صناعه الكره في العالم كان خبر مهم. فانه محمد صلاح يعلن انه جدد عقده مع نادي ليفربول الانجليزي النهارده كانت مفاجأة، لأنه كان كل توقعات بتشاور على حاجة تانية أنه هيرحل. العقد تم توقيعه في أحد المدن الساحلية اللي صلاح بيقضي فيها أجازته. اتصور فيديو كاجوال قوي، الصور اللي انتوا شايفينها دي حاجة كده في اللطافة واللذاذة كده، واتعرض على مواقع أو الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي وأعلنوا عن تجديد التعاقد. هنشوف بسرعة فيديو تجديد تعاقد محمد صلاح ونرجع بقى نسمع تفاصيل كواليس نجاح فخرنا، فخر المصريين محمد صلاح. صباح الخير، رب تكونوا بخير. سعيد طبعا بالتجديد مع النادي، واتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نكسب بطولات كتير اسهل. بسرعه كده، هو كلمتين ورد غطاهم وحاجه زي ما بقول لكم في منتهى البساطه واللذاذه وعدم التعقيد. بس الحقيقه انه في ناس المهتمين بالكره، احنا مهتمين اننا نشوف صلاح مكمل في مكانه اللي بيحبه، اللي جماهير ليفربول بتعشقه، اللي صوره مرسومه على شوارع انجلترا ومحطوطه يعني شعارات رسميه للدوله، حاجه تثير الفخر يعني. لكن الكلام عن تفاصيل العقد مهم لكل المهتمين بالماديات بقى، الجزء المادي يعني. احنا متشرفين معانا على التليفون الاستاذ احمد فوزي العريان مدير تحرير موقع في الجول. مساء الخير استاذ احمد، والكواليس دايما عندك، احكي لنا هي كانت مفاجاه ولا انتوا كنتوا عارفين ولا الاوساط الرياضيه كانت متفاجاه هي كمان؟ مساء الخير يا استاذ دينا، ومساء الخير على كل المشاهدين، بتشرف طبعا بوجودي مع حضراتكم. هي يعني ما نقدرش نقول ان هي مفاجاه، ولكن نقدر نقول ان هي طبعا خبر مثير يثير اهتمام العالم كله، زيه زي مثلا تجديد كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان قبل اسابيع لما اثار اهتمام العالم كله. فمحمد صلاح في نفس المرتبه تماما، وتجديده كان مسار اهتمام العالم كله منذ أكثر من سنة تقريبا ميلادية يعني، والتفاوضات ما بين الطرفين مستمرة ما بين محمد صلاح وبين ليفربول على التجديد. في بعض الأحيان كنا بنسمع أن هي خلاص قاربت على الحسم وأن هو هيجدد، وفي أحيان أخرى على المدى القريب حتى قال أن هي لا تعثرت تماما وأن هو لا مجال للاتفاق ما بين الطرفين، وأن
الموسم المقبل هو الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول، ولكن في اعتقادي أن تجديده في النهاية هو انتصار للمنطق، لأن محمد للمنطق؟ لأن من ناحية صلاح فهو وجد نجوميته وأسطوريته، مش نجوميته بس، لأنه فعلا أصبح أحد أساطير ليفربول التاريخيين في ليفربول، ويجد الشعبية والأريحية حتى في تواجد يورجن كلوب المدير الفني اللي غير تماما من مسيرة صلاح بيجدها في ليفربول، فالطبيعي أن هو يستمر في هذه البيئة الناجحة. وعلى الجهة الأخرى ليفربول ليس سهلا أن يجد نجم جديد إذا رحل محمد صلاح يصنع نفس الفارق اللي بيقدمه محمد صلاح، خاصة بعد رحيل ساديو ماني كان لابد من تجديد محمد صلاح، لأن فقدان نجمين في أقل من سنة، يعني السنة الجاية لو كان مشي صلاح كان ممكن طبعا يحدث ارتباك كبير في خطط يورجن كلوب، لأنه هيحتاج أنه يبدأ من جديد اللي عمله منذ 5 سنوات، أنه هو يعمل توليفة صلاح ماني وفيرمينو، كان هيحتاج ان هو يبداها من جديد، فبقاء صلاح هيسهل جدا من مهمه كلوب في السنوات المقبله في اعتقادي. يعني سؤال بقى، بعض الناس بتقول طب هو بقاء محمد صلاح اللي اتاخر جدا في الاعلان عنه مرتبط كمان ببقاء يورجن كلوب في النادي، وانه هم في بينهم ارتباط وثيق كده، نقدر نقول انه فعلا زي ما حضرتك بتقول فرق جدا في مسيره محمد صلاح، ولا ده مش مرتبط بده؟ لا اعتقد ان هو فعلا مرتبط، طبعا مش هو ده الاساس او هو السبب الوحيد، ولكن هو طبعا احد الاسباب، لان لما نحط محمد صلاح لما بيكون بيتكلم ان هو هنحط نفسنا مكانه اكمل ولا ما اكملش زيه زي اي لاعب ثاني، هبص لعده عوامل. اول عامل النجاح الرياضي، هيقدر يتوفر لي في المكان ده ولا الافضل ان انا امشي. فليفربول كبطولات هو حاليا بقى احد المنافسين الدائمين على كل البطولات، هو من يعني لو هتطلع ليفربول تروح فين؟ تروح ريال مدريد او مانشستر سيتي، هم دلوقتي اكبر 3 أندية حاليا في العالم، فبالتالي استمراري لا هيوفر لي القدره على المنافسه على الالقاب. طيب هل استقرار فني يورجن كلوب ممكن يمشي وما يجددش عقده، ولكن من عده اشهر جدد فعلا عقده، فده بيوفر كمان الاستقرار الفني. طب التقدير المعنوي بقى واللي هو متمثل في التقدير المادي، محمد صلاح كان مفخوس حقه الحقيقه في السنوات الماضيه، لان لما نبص لان عقده كان 200,000 استرليني في الاسبوع، فهو حتى مش من ضمن افضل 10 رواتب في الدوري الانجليزي. طب هو العقد الجديد قيمته قد ايه في الاسبوع؟ لان احنا عارفين ان هو كان طالب رقم، وكان ليفربول دايما بيقول ان ده اعلى بكتير من امكانيات النادي. طبعا الاعلانات الرسميه بيبقاش فيها اعلان عن قيمه العقد، ولكن التقارير الصحفيه بتقول ان هو هياخد 350,000 استرليني في الاسبوع، بالتالي هيكون الاكثر في ليفربول والرابع في الدوري الانجليزي بالتساوي مع جيدون سانشو لاعب مانشستر يونايتد. فاعتقد هو هنا هو بقى في تقدير فعلا مادي يستحقه محمد صلاح، وموجود في المكان اللي يستحقها كأفضل لاعب في انجلترا يعني بآراء النقاد. طيب هو كان في اعلان الخبر جمله كده مش مفهومه بالنسبه لي انا شخصيا، مثلا كانوا بيقولوا انه يبقى لونج تيرم بلان، يعني هو دي خطه طويله المدى للبقاء. طويله المدى يعني 3 سنين ولا 5 سنين ولا قد ايه؟ هل تم الاعلان؟ لا هي 3 سنوات فعلا، 3 سنوات بس اضافه للسنه اللي جايه، يعني هو كان عقده لسه في سنه، فهو اتجدد له 3 سنين فوق السنه اللي جايه، يعني 4 سنوات كمان. بالظبط كده. طيب دي اخبار جميله، وبحسابات حضرتك كده تقول انه نجمنا مقدر ماديا ومعنويا ونفسيا كمان، فدي حاجه تفرح طبعا. ان شاء الله نشوفها بتنعكس على ادائه في الموسم اللي جاي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد فوزي العريان، الناقد الرياضي ومدير تحرير موقع في الجول. نروح نلتقط الأنفاس، فاصل قصير كده ونرجع نكمل معاكم التاسعة ونحكي شوية فن. الأخبار اللي جاية فن حقيقي، وعايزين نعرف أخبار المهرجانات والتقدير الحقيقي والتكريم لنجومنا. بعد فاصل قصير نكمل مع حضراتكم التاسعة. في بعض الناس واحنا بنتكلم عن الفن وتقديرهم او تقديرنا ليهم فنيا، احنا بنحطهم في مكانتهم العالميه قبل ان يصلوا اليها. واحد من الاسماء دي
بلا منازع الفنان الكبير الموسيقار هشام نزيه، اللي احنا كمصريين يمكن بعضنا يعرف عنه من زمان جدا من بداية مشواره الفني، لكن بعضنا كمان عرف عنه أكتر وأكتر في احتفالية نقل المومياوات وما بعدها من مشاركاته في مون لايت والأعمال العالمية اللي شارك فيها. لكن احنا تقديرنا ليه أنه شخص عالمي ومواصفات وموهبته الفنية عالمية. كان خبر حلو بس يكمل تأكيدنا لهذه القيمة هي إعلان أكاديمية علوم وفنون الصور، أكاديمية المانحة لجائزة أوسكار العالمية، عن اختيار الموسيقار المصري هشام نزيه لعضوية لجنة التحكيم لجوائز الأوسكار. اللجنة المتسعة اللي في كل المجالات اللي بتضم 397 شخص تم دعوتهم للانضمام للجنة، من بينهم 11 شخص هم اللي بيحكموا في الموسيقى التصويرية أو الفرع اللي يخص الموسيقى التصويرية. هشام نزيه أول مؤلف موسيقي مصري بينضم للجنة تحكيم الأوسكار، والمصري الوحيد اللي بيظهر اسمه في قائمة المدعوين لهذا العام 2023. فخر ممزوج بالكثير من الاحترام. لجنة تحكيم جوائز الموسيقى التصويرية فيها أسماء موسيقية عالمية مكسرة الدنيا، لا يقل قيمة عنهم الفنان الكبير هشام نزيه، اللي بنبارك له وبنبارك لكل صناع الفن المؤمنين بأنه الموهبة بتوصل للعالمية وأنه لا طريق ولا سبيل غير كتير من الاجتهاد. قبل ما نروح لفاصل هنرجع بقى بعد الفاصل نحكي معاكم عن اجتهاد حقيقي بيحصل على الأرض، واجتهاد في أننا نوصل لآراء حقيقية توصلنا لنتائج حقيقية من الحوارات، الحوار الوطني والإعلان عن مجلس أمناء الحوار الوطني، وإزاي هيتم إدارة هذا الحوار، وأيضا الكلام عن دور الإبداع، دور الإعلام في إدارة الحوار. بالتأكيد حضراتكم هتحبوا تكونوا عارفين إيه اللي بيحصل في الحوار الوطني، مين اللي هينقل ده، إيه آليات التواصل مع الإعلام، إيه آليات التواصل مع الناس، مع جموع الناس، عشان نعرف نبقى جزء من الحوار ونبقى كمان متابعين النتائج التي وصل إليها. بعد فاصل قصير هيشرفنا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق وأحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، هيشرفونا بعد لحظات. مساءكم خير. إذا كان عندنا أسئلة تخص الحوار الوطني فهي أسئلة بالتأكيد مشروعة جدا. إذا كنا لسه مش عارفين هو مين اللي هيتحاور بالظبط وهي إيه مخرجات الحوار، فهي أسئلة منطقية، لأنه الكل مدعو للحوار والكل مدعو للمشاركة فيه، وإيه اللي هيخرج منه محدش فينا لسه يقدر يتوقع ده، لكن نقدر نبقى عارفين خطوط واضحة جدا للي هيحصل، ونبقى فاهمين أنه في سياسة بتدير هذا الحوار عشان نخرج منه بنتائج. هذه أسئلتنا النهاردة. لو عندنا أسئلة تخص الحوار الوطني وإيه اللي أنا كمواطن هعرفه منه أو هستفيده أو هيتغير بسبب الحوار الوطني، فهذه أسئلتنا لضيوفنا الأعزاء اللي مشرفنا النهاردة، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. ده تايتل جديد ومسؤولية جديدة، مش كده؟ صح. أهلا بك. مساء الخير. أهلا بحضرتك. والنائب والصديق العزيز أحمد فتحي، لازم كل ما أقدمك أقول الصديق العزيز، ما بعرفش أقول التايتل من غيرها. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، واللجنة والتنسيقية مشاركة بقوة في الحوار الوطني، وده كمان واحد من الأسباب والأسئلة الكتير اللي احنا عايزين نعرفها منك النهاردة. منور. إن شاء الله. ربنا يخليك. هبدأ مباشرة في السؤال الكبير اللي الناس كلها بتسأل عنه، وهبدأ مع حضرتك سيادة النائب بعد إذنك. هو الحوار الوطني هتتكلموا عن إيه؟ يعني هنتكلم عن إيه ولا إيه؟ المهتمين بالاقتصاد هيقولوا كلمونا اقتصاد، والمهتمين بحرية الرأي كلمونا حرية الرأي. الحوار الوطني هيتكلم عن إيه؟
طبعا اولا برحب بصديقتي العزيزه سياده النائبه الاعلاميه دينا عبد الكريم وسياده النائب المحترم مازن يحيى حسين، وبقول له الف مبروك طبعا على اختيار حضرتك، واختيار بجد مشرف للمجتمع ككل، وزميلتي العزيزه كمان النائبه اميره صابر في تنسيق الشؤون العامه للمجلس الامنائي. جميل الاسماء دي واحنا بنقراها كده الله، يعني بيقول انه اختيار موفق جدا ما فيش حد. وكمان اكتر من ده كمان اختيار السيد المستشار الجليل محمود بفوزي ان هو يكون مسؤول رئيس، مش المنسق، منسق طبعا الصحفي المحترم ضياء رشوان، لكن سياده المستشار الجليل محمود بفوزي هو مدرسه في اداره ملفات الدوله. ولما هاخد من كلام حضرتك حاجة مهمة جدا الناس بتسأل عنها في الشارع، هو الحوار الوطني عن ايه؟ زي ما حضرتك اتكلمتي ان ناس كتير عايزة تتكلم اقتصاديا، في ناس تانية تتكلم سياسيا، في ناس تانية تتكلم اجتماعيا، فهو الحوار الوطني يعني شامل كل الملفات اللي بتهم كل مواطن مصري. بس دايما كانت الناس بتقول ايه فايدة الحوار الوطني؟ هل الحوار الوطني هيفيد فعلا؟ هل هيطلعوا بمخرجات معينة وتتحقق على أرض الواقع؟ تابعنا الفترة اللي فاتت كل القوى السياسية على صفحاتهم على التواصل الاجتماعي بيقولوا ايه لما راحوا وتقابلوا مع دكتورة رشا راغب رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وابتدوا يتكلموا عن ان هم كل حزب ليه رؤيه معينه كرؤيه سياسيه، وبرضه ايضا مؤسسات المجتمع المدني ليها رؤيه في تطوير المجتمع من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهليه. فتخيلي حضرتك ان المعارضه وهي ممثله ايضا في مجلس امناء الحوار الوطني، فلما الحديث والحوار لما يحصل ما بين اطراف مختلفه اللي في الاخر هيقول ايه المخرج ايه في الاخر عشان اقدر احقق على ارض الواقع. وده عشان اطمن الناس ان عشان الناس كتير برضو لما بنقرا انا دايما ما بنشوفش الصوره الايجابيه، دايما اقعد ابص على الصوره اللي الناس بتقول بالظبط او الاراء المعارضه كمان للموضوع اكتر. قالوا ان والله الحوار الوطني ازاي هتقعد اثنين او ثلاثه مختلفين سياسيا عن موضوع معين وهتحقق نتيجه وتطلع بورقه سياسات او ورقه مخرجات معينه تتحقق على ارض الواقع. التجربه اللي اثبتت نجاحها الحمد لله اللي انا بتشرف ان موجود في كيان عظيم اسمه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، احنا على مدار الاربع سنين جمعنا 26 حزب سياسي. لا ده انتوا جمعتوا كل الاشكال والالوان والاطياف. ده حقيقي من اقصى اليمين لاقصى اليسار. فتخيلي حضرتك الايديولوجيات المختلفه دي قعدنا على مائده واحده عشان نقدر نطلع ورق السياسات. واشتغلتوا كفريق؟ كفريق عمل داخل غرفتي المجلس سواء في البرلمان او في مجلس الشيوخ، وابتدينا نقول احنا الغرض الرئيسي من المعارضه ان المعارضه تبقى بناءه، ان انت تقول لي انت معارض ليه فانا احترم وجهه نظر حضرتك وحضرتك تحترم وجهه نظري ونحقق الاثنين ده على ارض الواقع مع بعض. فحتى في يعني الفتره اللي فاتت عملنا جلسات حوار مجتمعي كتيره جدا مع شباب الجامعات عشان برضو نوضح للناس ان الموضوع يعني حوار وطني، وانتوا كشباب لما تقدموا الورقه على الويب سايت بتاع الاكاديميه الوطنيه قولوا رايكم، قولوا اقتراحاتكم، احنا ما شاء الله ما يقرب، وده اللي هيكلمنا بالتفصيل عنه اكتر عماد بيه، ان اكتر من 100,000 طلب مقترح. ومقترح اتقدم للاكاديميه الوطنيه. فطبعا ده اللي بيصعب المهمه، وانا هنا عايزه فعلا اعرف الحته دي، المهمه صعبه جدا. ما هو احنا لو اخذنا راي ال 100 مليون مصري فاحنا بنسال عن 100 مليون راي، هل في خطوط عريضه؟ هل احنا محددين ومتفقين على انه احنا بنتحاور حول 1 2 3 هم دول المحاور الرئيسيه؟ بص حضرتك، الاول يعني عايز اشكر كلامك الجميل في المقدمه، ثانيا عايز اشكر كل من رشحني لهذه المهمه، واتمنى ان اكون يعني اهل لها زي ما بنقول. النمره 3 لازم نبص لفكره الحوار الوطني في السياق العام بتاعها. السياق انا يعني كان من حظي او تشرفت ان انا حضرت لقاء السيد الرئيس مع الصحفيين في منتصف ابريل تقريبا يوم حصاد القمح في توشكا. ايوه هو كان غالبا البدايه، فده كان اول اشاره في اخر كلامه، قال ان الجمهوريه الجديده بتحتاج الى حوار وطني اكثر اتساع. فدي كانت اشاره سريعه. بعدها بحوالي في 26/4 تحدث الرئيس بمزيد من التوضيح في الافطار الاسره المصريه اللي اطلق فيه الحوار، وكان فيه بعض رموز المعارضه المصريه ومنهم حمدين صباحي وكمال ابو عيطه وعدد كبير من الرموز، وده كان تطور مهم جدا. وبدات التفاعلات. الناس لما هتشوف السياق بتاع، هل الناس عايزه تعبر عن رايها؟ عايزه تتكلم؟
في بعض الناس يقول لك اه ازاي الناس كلها تتكلم، زي ما حضرتك طرحت السؤال وهذا حقهم، الدنيا هتبقى سايحه ومحدش هيركز. بس كمان في جزء ايجابي ان انت رغبه الناس في الحديث ده احيانا جزء من عمل السياسي، ان الناس تتكلم، الناس تفضفض عن نفسها مش وحش. بس هو اخلي ده في سياق صح وفي اطار تنظيمي صح بحيث استفيد منه بالظبط. لان انا لو لما يجي في ناس في المعارضه المصريه لو انت اديتيهم منبر يتكلموا فيه وطلع اتكلم وروح الموضوع هينتهي. وده اللي حصل على مدار جزء كمان التنفيذ تجارب سابقه يعني. ايوه لما انت تقول واحد مش هتتكلم هو بيبقى عايز يقول رايه حتى لو لم يؤخذ بيه بس يعلنه. فبالتالي ان الناس تبادر تبعت ايميلات وتبعت مقترحات وافكار حتى لو في 100 مليون راي او 104 بعدد سكان مصر كله مش وحش. بس يبقى الفكره ايه؟ بتبقى الفكره انه الجهه التنظيميه او مجلس الامناء او ما اعرفش، انا للامانه لا اعرف لحد دلوقتي دور مجلس الامناء هنعمل ايه بالظبط، لانه ده غالبا هيبقى في الاجتماع الاول الذي منتظر انه مساعده في تنظيم اصلا مخرجات الحوار اللي منتظر يبقى غالبا ممكن في الاسبوع الاول هذا الاسبوع طبقا لما اعلن سابقا، ومفروض اخونا وصديقنا ضياء رشوان يعلن ده قريبا. فبالتالي لما يجي عندي هفترض 100,000 او 200,000 راي واقتراح مش وحش، يبقى في لجنه مهمتها انها تفلتر وتنظم وتبوب وتفهرس هذه الاراء وتحطها في سياق صح. فبالتالي ابقى انا عملت خدمه عظيمه جدا ان انا اديت للناس حق التعبير، ثم نظمت الامر بصوره طبيعيه واضحه، مين الاهل الذي سيشارك بفعلها، هل هو حوار سياسي فقط ولا حوار اقتصادي فقط ولا انا ظني ان هو كل القضايا ما فيش حاجه اسمها اقتصاد وسياسه، وانا لما اجي اتكلم عن سعر الفائده هو ده سياسه ولا اقتصاد ولا يعني كله متداخل في بعضه. ظني ان احنا المفروض بنتفق على قواعد عامه للحوار بالظبط، ولما ننظمها بعد كده هتلاقي انت في حاجات هتبقى عموميه وفي حاجات هتبقى لجان نوعيه، بمعنى ان لما يبقى في مجموعه من الاقتصاديين طبيعي هيناقش والله سعر الفايده، هيناقش المشروعات الاقتصاديه ايه اللي ليه الاولويه وايه اللي ماليه شغل، ونصل الى طبيعي ان الحوار دايما بين المختلفين، الاصدقاء لا يتفاوضوا يعني، او لما بنتفاوض احنا بنتفاوض عشان هو متعه في الحوار اننا لا نتفق طول الوقت يعني. لا الفكره كمان حتى لو اختلفنا يعني اذا احنا قعدنا مع الاسرائيليين سنه 77 و78 و79 واذا الامريكان والصينيين قعدوا مع بعض في 71 واذا يعني كل الفرقاء بيقعدوا، فما بالك بابناء الوطن الواحد. والرئيس قال جمله الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. فبالتالي علينا ان احنا نبص للامر من هذه الزاوية. انا تقديري يعني بقول كصحفي بمجرد الاعلان عن حوار وطن وطوال الفترة حصلت مجموعة من الاشياء الايجابية الجيدة بما فيها الجزء الاعلامي اللي انا يعني بحس في مساحة اكبر من هامش الحريات، فيه ناس بتتكلم، فيه عايز اقول لحضرتك بكرة راجع عمرو حمزاوي يكتب في الشروق. يعني ده جزء كويس. مش هو ده المكسب، لكن اقدر اقول ان عوده الخط الناس اللي كان اختفى او كان البعض فينا اعتبر انه اي حد يؤمن بالقانون والدستور والدوله المدنيه اهلا وسهلا، طالما ان احنا بنتكلم على قواعد عامه. طيب ده كويس يعني. انا طبعا موافق حضرتك جدا، لكن احنا هنرجع الفاصل نقول مين الموجودين بقى على طاوله الحوار ومين مش موجودين، لانه كمان دي من ضمن الاسئله اللي طرحها الناس انه احنا كان في بيننا وبين البعض دم، هل هم موجودين على طاوله الحوار؟ يعني حتى من قبل ما نطلع لا طبعا. بس نروح فاصل بسرعه ونكمل كلامنا عن الحوار الوطني وملامح هذا الحوار وتفاصيله. مرة تانية بنكمل حوارنا عن الحوار الوطني. وتاني كون انه في حوار داير في بلدنا دي حاجة صحية جدا. إذا توقف الحوار وإذا توقفنا عن إبداء الرأي فيما يخصنا ويخص حياتنا فده كان ناقوس الخطر اللي أعتقد وما أقدرش أجزم يعني إنه كان محرك البداية، لأنه مناشدة الرئيس بإنه يبقى في حوار وطني خط موازي للحياة العامة والحياة السياسية يبقى مستمر ويبقى مؤثر كمان. نفسي قوي أسأل عن الخط السياسي. بعض الناس أو بعضنا هيقول طب ما هو في مسارات سياسية للمشاركة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكيد قدمت كمان ورقة مقترحات للحوار الوطني، كان إيه أولويات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خصوصا إن إحنا نقدر نقول أنتم الفصيل الموجود على الأرض
ونشهد بده قوي قوي ايام الانتخابات، الاقتراب الحقيقي والنزول الحقيقي للشارع ومصر من شمالها لجنوبها. فبالتاكيد قدرتوا تجمعوا كتير من اللي الناس بتطلبه منكم بشكل يومي. احنا عندنا حاجتين، عندنا التنسيقيه ليها رؤيه معينه داخل قصه الحوار الوطني، وايضا اعضاء التنسيقيه ان كل واحد برضو كانت ليه رؤيه عن التنسيقيه عايزه تقدمه. بمعنى ايه؟ احنا دلوقتي عندنا حاجتين، ان في اعضاء بتقدم زيها زي اي حد مواطن بيقدم اقتراح معين بشكل فردي بالظبط، وفي التنسيقيه نفسها عندها مقترحات معينه ككيان ككيان بالظبط. فابتدينا نجمع الاثنين مع بعض ونشوف كل واحد كان هدفه ايه في موضوع ان هو يتكلم ويقول انا عايز اوصل صوتي عشان خاطر نحقق حاجات على ارض الواقع. منها مثلا لما اتكلمنا عن فكره المجتمع المدني وابتدينا نشوف مدى تاثير المجتمع المدني داخل الجامعات المصريه، لقينا حاجه مهمه جدا وده ملف مهم جدا، الا وهو الاتحاد الطلبه والانشطه الطلابيه. ودي مجتمع يعني انا بشرف ان انا باسس احد مؤسسات المجتمع المدني في مصر واللي بتشتغل مع شباب كتير، واتشرفت ان واحده من اهم المؤسسات تشتغل على مدار الخمس سنين. ايوه بقى قولي انت بتظبط الشباب، انت داعم كبير لينا بصراحه يا دينا في القصه دي. برضو شفنا ان اللجان النوعيه اللي داخل اتحادات الطلبه مع احترامي الكامل ليها، لو الدوله عايزه تعمل اي مشروع وزي ما سياده الرئيس دايما بيقول دور التوعيه ان ملفات الدوله كلها تتصب في افكار الشباب، ده مش موجود. عشان صريح معاك مش بيحصل حاجه صغيره جدا. طب ايه اللي المفروض يحصل؟ نسمعهم تبقى أكتر. وغير ان هنسمعهم اكتر التنفيذ على ارض الواقع. يعني عندي لجنه اسمها اللجنه الاجتماعيه داخل اتحادات الطلبه، وعندي وزاره اسمها التضامن الاجتماعي، واللجنه الاجتماعيه كل اللي بتعمله داخل الجامعات اللي هي تعمل سواء كندوه تثقيفيه داخل الجامعه او حاجه تخص مثلا منطقه عشوائيه فبتبتدي تطور فيها الجزء صغير. ايه ده؟ لا طبعا، ده احنا ملف الحمايه الاجتماعيه عندنا ملف كبير جدا. أوكي. نفس النظام لجنه السياحه جوه في اتحاد الطلبه، وده ابتدينا نسمع، عشان كده عملنا لجنه وابتدينا نسمع اراء الشباب من اتحاد الطلبه المختلفين على مدار الجامعات الحكوميه والخاصه وايضا كمان الجامعات الاهليه. شفنا افكارهم، لا يا جماعه طب ما نمرج من اللينك ده مع ده ونشوف ان ادي مثلا عندنا لجنه وزاره السياحه بالحاجات الجميله اللي بتعملها، هل هي واصله للشباب اساسا ولا لا؟ ولا هي الشباب بس نطلع رحله لشرم الشيخ والعين السخنه ويقول هو ده اللي احنا بنعمله على مدار الاربع سنين؟ يعني لحضرتك بتقولوا انه الحوار الوطني يقرب الشباب او يسرع من دمج الشباب في الحياه السياسيه والحياه العامه؟ لازم يعني هو عفوا ده لو ما حصلش هيبقى برضو الشباب مش عارف ان ايه اللي بيحصل داخل الدوله المصريه. فمشاركه الشباب مهمه جدا. فالشباب كتير، واحنا كمؤسسات مجتمع مدني تقدمنا بالاقتراح الاهتمام الكبير بالانشطه الطلابيه وايضا باتحادات الطلبه. وكمان رؤيه الشباب، ده احنا كمان بيقولوا ادي الانشطه الطلابيه وابتدت الحكومه على مدار الاربع سنين اللي فاتوا بيدعمونا، طب ليه ما نتجهش ان احنا نعمل نفس الشكل اللي اتعمل في مصر نعمله في افريقيا؟ ما دام اتجاه الدوله الاهتمام بافريقيا، طب ما احنا ناخد الجامعات اللي موجوده على مستوى دول افريقيا ونقول ادي النموذج محترم الدوله المصريه نجحت فيه. فالحديث اللي احنا بنقوله ان احنا بناخد من الشباب بنقعد ندرس، وعندنا لجنه دلوقتي داخل تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين مختصه بالحوار الوطني، فبتجمع كل الاراء اللي موجوده سواء بقى كمجتمع مدني لا تخص حاجات اجتماعيه او ما يخص الاقتصاد او ما يخص السياسه. فخلاص انت عندك حضرتك ثلاث ملفات اللي لو اي حد بيفكر سواء معارض او مؤيد ان عايز يطور من الملف ده هو في الاخر هيعود بالنفع على المواطن المصري. بالتاكيد انا ده اللي يعني احنا كمان من حوارنا النهارده بتتضح ملامح كتير احنا كنا بنسال فيها. فكره الفلتره وانه الكيانات بتفلتر وانه كل شخص بصفته وباسمه موجود في مجلس امناء الحوار الوطني هو ممثل لكيان كبير ممكن يكون بيعبر عن راي يشبهني او راي موجود في الشارع. احنا كمان بستاذن حضراتكم، معانا مداخله من الاستاذ جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. استاذ جمال اهلا بحضرتك، الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وبضيوف حضرتك الكرام. احنا معانا الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين وسياده النائب احمد فتحي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. كل التحية والتقدير لحضراتكم يا فندم. بسرعه كده عاوزين نسال حضرتك عن رؤيتك في للمشاركه في من خلال دورك كعضو لمجلس امناء الحوار الوطني، رؤيتك للي ممكن يحصل في ملف تحديدا حريه الصحافه والاعلام اللي طول الوقت احنا بنتكلم عنه كده على استحياء ونقول ان احنا ممكن نحقق فيه مكاسب اكتر.
يعني خلينا نقول انه يعني دورنا اولا نفصل بين حاجتين، دورنا كمجلس امنا، وهو دورنا هو تنظيمي للحوار الوطني بشكل عام. نحن نشارك في تنظيم وإدارة الحوار الوطني بشكل عام. دي حاجة، وسؤال حضرتك حاجة تانية. وبالتالي عندما نتحدث عن حرية الإعلام، خلينا يعني ناخد المسألة بشكل أوسع. الكلام في حرية الإعلام، ممكن حضرتك تتكلمي وأنا أتكلم وأستاذ عماد يتكلم وكلنا نتكلم في الإعلام، وفي لها علاقة بحريات، لها علاقة بوضع مؤسسات، بإنفاق في تطورها، في حاجات كثيرة جدا وأدوات كثيرة يطول شرحها. لكن الحقيقة هو السؤال، ماذا نريد من الحوار الوطني بشكل عام لهذه الأمة المصرية في لحظة مهمة؟ حوار وطني أعتقد أنه حدث تاريخي لو تم استثماره ويمكن البناء عليه لمستقبل، بل أنه من الممكن أن يكون مفتاح الدخول للجمهورية الجديدة، سواء الملف الإعلامي كما حضرتك ذكرتي أو الاقتصادي أو السياسي. أيوة، بسأل حضرتك طبعا بحكم تخصصك، إيه اللي حضرتك يعني شايفه الفرصة الأهم؟ يعني بحكم تخصصي كصحفي حضرتك بتسألي طبعًا. الفرصة الأهم إنه يعني فتح أفاق واسعة أمام وسائل الإعلام بشكل عام. إزاي كيفية التعامل مع المؤسسات الصحفيه ووسائل الاعلام الصحفيه بشكل عام، على انها جزء كبير منها جزء خدمي بعيدا عن المكسب والخساره وغيرها، وذلك يصب في مصلحه زملاء كثيرين جدا. وضع يعني تعديل المواثيق اللي موجوده في التي تتعلق بالتنظيم الصحافه والاعلام بشكل عام. يعني هناك العديد الحقيقة من المحاور. القضية مهمة، القضية شائكة، القضية تحتاج إلى مزيد من الدراسة، تأمين الوضع بالتأكيد الصحفي والإعلامي لكافة الصحفيين وكافة أعضاء نقابة الصحفيين وغيرهم ممن يعملون في هذه المهنة، سواء في الصحافة والتلفزيون، كلها أمور يعني تستحق أن يكون هناك مجهود من أجلها وتطرح في النقاش في لجنة الصحافة والإعلام داخل الحوار الوطني. كل التوفيق لحضراتكم، يعني الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ عماد، عودة لحضرتك. البعض بينتظر دور كبير جدا من الإعلام عشان يقدروا يتابعوا. بالتأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب ليها دور إداري مهم جدا جدا، لكن من سينقل الصورة إلى المواطن؟ إمتى هنعرف مخرجات الحوار؟ في رأي حضرتك إيه الآلية اللي ممكن تكون أنسب للتواصل بين الحوار الوطني وبين الشارع؟ أولا أنا بس عايز أفرق بين حاجتين. يعني دوري كعضو في مجلس الأمناء، وده أنا لسه مفروض يعني طبعا يعني مفروض مع الناس لحد ما نقعد ونتفق على الأسس، فبالتالي ده جزء أنا ألتزم فيه بما يقرره مجلس الأمناء عموما. لكن الدور الثاني وهو دوري كمواطن أو كصحفي كمشارك ماشي، فدي نقطة تانية. بطبيعة الحال أتمنى الحوار الوطني لو احنا خدنا في جزء تعريف ليه الهدف النهائي ايه، ممكن يختلف الأفكار والآراء كثيرة جدا. في وجهة نظري ان انت الوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني العام بين قوى المجتمع المختلفه في اطار القانون والدستور والدوله المدنيه. التعريف ده بيخلينا نبقى واخدين بالنا، اولا يجاوب على السؤال الاستاذ احمد جاوب عليه بسرعه، ان هو غير مسموح لاي قوه لوسد ايديها بالدماء وبالعنف وبالارهاب بره. هو مفتوح لكل من يؤمن بثوره 30 يونيو، بالدوله الوطنيه، بالديمقراطيه، بالمدنيه. دي تعريفات تقدري مظله كبيره تاخدي فيها ناس كثيره جدا وتنبذي اي حد لا يؤمن بده. يعني وكان عندنا كده مظله اسمها القانون والدستور المصري بالظبط، اللي احنا عاوزين نتجمع حواليه مش نتفرق بالظبط. نختلف في اطار الخلافات السياسيه، اللي هو ان احنا والله نحط الـ 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 الكوب ده هنا يمين ولا شمال. ده خلاف ما فيش مشكله، ده خلاف صحي، خلاف صحي جدا ومطلوب بالمناسبه، ومفروض يثري ويخلي الناس تعمل افضل ما لديها. لكن نبقى متفقين ان المكان ده اسمه استوديو، مش هنختلف حوالين مسماه. النقطة الثانية، لو احنا
عملنا هذا التوافق الوطني الباقي تبقى قضايا فرعيه، هيبقى في قضايا اساسيه نتفق على خريطه الطريق اللي احنا الدوله المصريه عملت انجازات عظيمه جدا في الفتره من 2013 لحد دلوقتي طبعا، وقدرت تخلي تحافظ على هذا البلد بدل يعني شفنا المنطقه اللي حصل في الدول في ايه. بس لما جينا في وقت زي دلوقتي وفي ازمه عالميه كبرى وفي اضطرابات في الاقليم وفي العالم واحنا وفي حرب بارده جديده بتيجي وفي منطقه بيعاد تشكيلها وفي اسعار بترول بتقفز وفي اسعار الدنيا كلها مولعه في حتت كتير، اذا فاحنا محتاجين ان احنا نقعد ونتكلم عشان نشوف ملامح الطريق ده. دي نقط جوهريه، بعدها نيجي نختلف والله هل احنا نعمل في كل القضيه على حده بالظبط. لا احنا بعدها هنيجي نسمع النتائج بالزبط. انا فاهمه قصدك، فبالتالي اتمنى انه يتم اطلاع الراي العام المصري اولا باول وبطريقه صحيحه وصحيه على الحوار، وبالتالي ايه ان الناس، لانه الهدف منه ان انا بس مش ان انا اقعد مع المعارضه كحكومه، ان انا اخلي الناس يوصل لها ان فيه تغير ما حصل وتغير صحي، وان هذا الحوار الوطني مش مكلمه، لا ده هيصب في صالح الناس أنا كلها. انا بشكرك وده خير وختام لحديثنا النهارده. انا عارفه الوقت جري بينا، بشكركم شكرا جزيلا وكل التوفيق لما هو قادم في الحوار الوطني. الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريده الشروق، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، المسؤوليه التنظيميه الكبيره دي كمان. النائب الاستاذ احمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن، نورتنا. شكرا لحضرتك جدا تحديدا على ذكر موضوع الشباب. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.